يعني خلينا دلوقتي بقى نرحب على التليفون معانا دلوقتي استاذ اشرف الغريب والد نيره. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك يا استاذ احمد. مساء عليك يا استاذ رنا. اهلا وسهلا يا فندم. طبعا اتفضل اتفضل. لا كنت عايز اوضح بس نقطه، انتوا حضرتك بتقول لي خطيبها او حبيبها. لا 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 لا, 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 لا احنا قلنا لا ده اللي كان بيحبها. ولا ده حد بيحب حد يعني. صح عندك حق، ما حدش بيحب حد بيعمل كده. صح خالص. صح. ولا هو بني ادم بيحب نفسه بس. صح. مش بيحب حد. صح. اخيرا تم حكم الاعدام النهارده، عايز اعرف احساسكم ايه بقى؟ طبعا الحمد لله، الحمد لله، الف حمد والف شكر لك. الحمد لله. حسينا ان حق بنتنا رجع وان هي هتنام مستريحه في فرشتها. نعم. الحمد لله. هو مفيش حاجه هترجع نيره يا جماعه، والله والله مفيش حاجه هترجع. صح أكيد. عندك حق، بس احنا عايزين نحس انها استريحت وان ربنا رجع لها حقها. بس الحمد لله. بس يكفي ان هي كانت سبب ان يعني دي تكون رساله وانها تنقذ بنات كتير جدا من انه ممكن يحصل لهم حاجه زي كده. طبعا كلامي ده اللي انا بقوله ده انا عارفه يعني ولا حاجه جنب اللي حصل. الحمد لله. هي كانت سبب كبير قوي قوي في ان القضاء بتاعنا بقى قضاء ناجز، وفي كل القضايا دلوقتي الحمد لله بنشوف ان في انجاز في القضاء، فكانت نيره سبب في ده، وربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب. امين يا رب. والفكره كمان ان انت حاسس بالعدل النهارده، يعني لما اسرتها تعرف ان محمد عادل خلاص تم حكم الاعدام عليه النهارده في سجن جمصة، فبالتالي ده احساس كده بالعدل، البلد دي فيها عدل. طبعا احنا كلنا ثقه الاول في بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا ثقه بقضاء المصري، والقضاء المصري طبعا كلنا عارفين ان قضاء شامخ ما فيش جدال على القضاء المصري، وكان عندنا ثقه جامده ان حقها يرجع هيرجع. الحمد لله. والقضيه ما خدتش وقت زي كل القضايا الثانيه. الحمد لله. الحمد لله. ده بفضل ربنا ثم بالقضاء المصري، وطبعا رجال القضاء ورجال الداخليه اللي تعبوا جدا فعلا في القضيه ديت. انا عارف قد ايه تعب الناس والنيابه والداخليه تعبوا قد ايه عشان التحريات تخلص في وقت قصير، والقضيه تخلص في وقت قصير، والنقض يخلص في وقت قصير. ده كل ده كان حمل كبير على الاجهزه بتاعتنا. طبعا بوجه لهم كل الشكر من اول رئيس الجمهوريه ووزير الداخليه وبهاء المجري وكل الناس اللي تعاونت عشان يجيبوا حق البنت، لان مش بنتي لوحدي، هي بنت طبعا مصر. طبعا طبعا هي بنت مصر، بنت مصر طبعا. لو هي سامعاك دلوقتي، لو نيره سامعاك دلوقتي، تحب تقول لها ايه؟ اقول لها انا حاسس ان انت مبسوطه يا نيره، انا حاسس ان انت فرحانه يا نيره، انا عارف ان انت في مكان حلو ان شاء الله، ربنا راضي عنك بحب الناس اللي واقفين وراكي، والناس اللي بيدعوا لك، واللي بيعملوا لك عمارات، واللي بيتصدقوا عليكي. انا عارف ان ربنا مرضيك قوي قوي قوي. الحمد لله يا بنتي، الحمد لله على كل شيء. ربنا يرحمها يا رب. ربنا يرحمها. بنشكرك جدا، واتمنى يا رب دي فعلا تكون رساله لاي حد ما بيحبش غير نفسه، زي ما بابا نيره قال، استاذ اشرف. وممكن يكون كل واحد ليه رساله في الحياه. رساله نيره في الفتره الصغيره اللي عاشتها رساله هتفضل موجوده للابد.